تعادل عدم الارتكان على نتيجة مباراة الذهاب اللي هي برباعية، مش هقول نسيانها ولكن ما تعتمدش عليها بصورة فيها جدية، لكن اللعب النهاردة بجدية وتركيز ان شاء الله يضمن للنادي الاهلي المكسب والوصول للدور النهائي ان شاء الله. طيب يا كابتن تسمح لي الاول احنا نعزي الشيخ خليفه بن زايد رئيس دوله الامارات. طبعا لان الشعب الاماراتي شعب محب لمصر واحنا كمان بنحبه واعزائنا للشعب الاماراتي كله. نرجع للمباراه كابتن، اهم ما في ميزه ال4-0 للنادي الاهلي انه ممكن يلعب باريحيه ولكن بحذر، بمعنى المباراة لسه ما خلصتش، ما فيش حاجة اسمها حسمنا وبنلعب في النهائي، النهائي بعد 90 دقيقة. أنا من وجهة نظري لو كسبان في مصر 10-0 برضه هروح خايف، مش الخوف، ببقى طول الوقت في حذر. تمام؟ حتة التوازن اللي أنت بتتكلم فيها والتغييرات بتاعة الطرق اللعب والحاجات دي على حسب تايمنج الوقت بتاعك. يعني أنت المفترض أنك أنت بتخلي الفرقه اللي قدامك اللي هي متاخره باربع اهداف بيدخل لها الشك، يدخل لها زي الشك بيدخل لها بالوقت. بص انت قلت لي حاجه الماتش اللي فات، قلت لي لا نروح الملعب ان شاء الله في الجزائر ونسيم ماتش الذهاب، نسيم نتيجته وندافع وباذن الله ربنا يدينا المكسب. طب فلسفه واستراتيجيه المدير الفني لفاق سطيف اكيد لازم هتتغير. مليون المية تتغير بناء على معطيات الماتش الاولاني بما فيهم النتيجه والفوارق الفنيه بين الفرقتين. ولكن انا كمستر موسيماني، يعني مستر موسيماني في التشكيل النهارده ما غيرش، واعتقد الطريقه زي ما هي. انا كمستر موسيماني انزل ادافع ليه؟ طب اقول لك، اتفضل ارد عليك بسؤال. رد اتفضل. هل انت لما يكون فرقه قدامك هتلعب مش باكي على حاجه عاوزه تهاجم عشان تعوض الاربع اهداف هتلعب مفتوح 100%، هل انت كفرقه قدامها تلعب مفتوح زيها يبقى في كر وفر بين الفرقتين؟ انت فاتح خطوطك وهو فاتح خطوطه. لا انا بتكلم على احيانا لما بتدافع انت بتهاجم بشراسه في الهجمه المرتده، انت بتلعب على الراجل اللي قدامك، انت بتلعبه زي استيميشن. بمعنى ايه؟ هو هينزل في البدايه عاوز يعوض الاهداف اللي فيه. انت لازم يبقى عندك تمركز دفاعي كويس علشان تعرف مع الوقت عشان تلعب هجمه مرتده عشان تجيب، لكن انا ابادر بالهجوم؟ لا، انا من وجهه نظري لا. ليه؟ لانه هو اصلا عاوز يلعب على اللا معقول. ايه اللا معقول؟ ان يكون في احداث غريبه في المباراه. الاحداث الغريبه اللي في المباراه بتحصل ازاي؟ لما انت تكون بتهاجم وهو بيهاجم وانتوا الاثنين. ما انا كمدير فني ليا فكره انا كمان، ما خلوش يخش في احداث المباراه، ما خلوش يخش في جو المباراه، افاجئه انا بالطريقه اللي انا هلعب بيها. تمام، بس تذكر حاجه مهمه قوي. اتفضل. انك انت بتلعب خارج ملعبك، وتذكر ان في جمهور، وتذكر ان في ضغط، هيبقى في ضغط. خلي بالك الضغط الجماهيري مش قوي لان هم بيلعبوا برده بره ملعبهم. أوكي. مش على ملعبهم. أوكي. في الصيف مهما حصل، بس انا يعني اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ اتفضل. المباراه الثانيه دائما بيبقى ليها استراتيجيه مغايره بكل النتائج، اذا كنت كسبان او متعادل او خسران، زي ما لعبنا بتوازن في ماتش الرجاء. أي. انت في ماتش الرجاء لما لعبت بالتوازن ده في البدايه وبعدين دخل فيك جون كان لازم تهاجم عشان انت هتخسر المباراه، لكن انت دلوقتي عندك اريحيه في عدد الاهداف بتاعك، ليه تستعجل؟ حاجه تانية مهمه قوي، انا ليه اجهد لعبتي كمان وقر وفر وجري وجري؟ انا بهدوء اقف كويس، العب الزون ديفنس بتاع المحترم اللي هو في الوقت اللي هو بيهاجمني فيه، العب هجمه مرتده ممكن اجيب اجوان، مع الوقت بقى يتسلل هو القلق وخلاص وييأس، لكن ما تخليهوش طول الوقت انتوا يعني انتوا الاثنين في صراع ما بين الهجوم والهجوم. اما ايه الفرق ما بين المباريتين؟ يعني انت عارف الاتحاد الاوروبي ليه لغى الهدف اللي هو هدفين في حاله التساوي؟ أيوه. علشان الحته اللي انا بكلمك عليها، عشان انت تهاجم وانا هاجم، اللي انت كنت بتتكلم عليها. ولكن في عدد المباريات او في مباراه الهدف بهدفين، ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ انك انت لو دخل فيك هدف في ملعبك بتبقى عندك مشكله. يعني احنا كسبنا الرجاء هنا 2-1 صح؟ ايوه. كان يكفي الرجاء ايه؟ هدف واحد وجابوا في الدقيقه 3 من المباراه. يبقى لازم يبقى في استراتيجيات مغايره لانك انت بتلعب في الحته بتاعت الهدف بهدفين.